او الجماع الاداره الامريكيه فاهمين القصه على حقيقتها. كيف ترين مستقبل الاخوان مع الاداره الامريكيه الحاليه؟ هو بالطبع خفت صوت جماعة الإخوان المسلمين إلى حد كبير في واشنطن، كان لهم صوتا مسموعا ومحاولات ولم يعد بالفعل. يعني لو تتذكر أيام الكونغرس في زيارات رسمية لبعض الشخصيات المصرية كانوا يقفون بالعشرات أمام المبنى أو يحاولون إحراج الشخصية المصرية أو المسؤول الأمريكي الزائر للكونغرس من خلال بعض الفيديوهات وأمور يعني ما شابه ذلك، لكن خفت بشكل كبير هذا التواجد داخل الأروقة الأمريكية. هناك بالفعل إدراك كبير داخل الإدارة الأمريكية سواء من الكونغرس أو من البيت الأبيض والخارجية لمخاطر الإخوان المسلمين. تزايد عدد المساندين لمشروع القانون الذي تقدم به السيناتور تيد كروز لإدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. الكونغرس للأسف يشهد الكثير، مئات المئات من مشاريع القوانين، ويعني مثلا على سبيل المثال مشروع قانون حول الميزانية له الأولوية عن مشروع إدراج جماعة مثل الإخوان على قائمة الإرهاب، ما يتعلق بالجدار العازل مع المكسيك له الأولوية. فهناك تأخير في مناقشة هذا المشروع القانون لإدراج الإخوان المسلمين، لكنه موجود، لا ليس حبيس الأدراج أو لو يعد هناك اهتمام به هو موجود، ويتزايد التأييد له. أعتقد أن عدد الموقعين من أعضاء الكونغرس على هذا المشروع من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بلغ أكثر من 77 عضوا حتى الآن. فهناك بالفعل إدراك يقابله تراجع في الدور الإخواني، أيضا يقابله إدراك للدور المصري وما تقوم به.